اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبدأت فكرة الهجرة تأخذ طريقها إلى الدعوة، وكانت الحبشة هي أول بلاد الهجرة. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. وكان مكوناً من 12 رجلاً وأربع نسوة، وكان رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. يا لفضل الله ورحمته يا أبا سلمة. ماذا يا مصحف؟ لقد رزقنا الله بسفينتين. نعم والله، لقد من الله علينا. يا عباد الله، سنبحر إلى الحبشة على هاتين السفينتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكان ممن خرجوا
أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهل. والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة وأم سلمة وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة وغيرهم من الصحابة الكرام. فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفرارا بدينهم. Islam is the religion of peace and forgiveness, not killing and violence. L'islam est la religion de la paix et de la tolérance, et non du meurtre et de la violence. كيف هاجر هؤلاء الصابئون إلى الحبشة؟ كيف؟ خدعونا وتسللوا في ظلام الليل. يا لها من فضيحة ستعايرنا بها العرب. سنرسل في طلبهم من النجاشي. وإذن من نرسل إلى الحبشة ليأتينا بهؤلاء المارقين؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. سنذيقهم من أصناف العذاب ما لم يروا من قبل. ولما أمن النجاشي المسلمين على دينهم وعبادتهم لحق بهم كثير من المسلمين، ومنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. حتى بلغ عدد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة 83 رجلا. عمرو بن العاص مهلا، أريد أن أصل الحبشة أسرع من البرق يا عبد الله. هل تطمئن للنجاشي؟ فقد لا يقبل بتسليمهم لنا. سيسلمهم لنا، ثق في ابن العاص. هيا. شكراً لكما على هداياكم. أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك، فأسلمهم إلينا. لا والله، لا أسلمهم إليكما، فقد وثقوا بي
ولن أضيعهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تمر الأيام والسنون وما زال العبد عبدا والسيد سيدا. من المقبل؟ من أنت؟ أنا عماد، عربي عاش في بلاد العجم. وما جاء بك إلى هنا؟ كنت أبحث عن محمد. من محمد؟ رسول الله. رسول الله؟ اخفض صوتك يا هذا. أنا عابد. أرأيت لو أن الله بعث فينا رجلا ليساوي بين الأسود والأبيض؟ ماذا؟ وبين السادة والعبيد؟ ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. من هذا؟ ومن هو؟ محمد جاء بوحي من الله. الله؟ الله من؟ الله الواحد الأحد الفرد الصمد. وماذا يريد منا؟ أن ندخل في الإسلام. الإسلام؟ وكيف أدخل؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأصنام؟ تترك عبادتها وتؤمن بالله ورسوله. الخلاص، الخلاص، هل جاء الخلاص؟ لقد جاء عمرو بن العاص ليأخذنا. ولو رجعنا إلى مكة لن نرى خيرا قط. وماذا سيفعل معنا الملك النجاشي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فليذهب معنا جعفر بن أبي طالب. ما هذا الدين الذي فارقتم به دينكم ولم تدخلوا في ديني؟ فتقدم له جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، حتى بعث الله إلينا رسولا منا أمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نؤدي الأمانات، ونهانا عن الفواحش وقول الزور. ثم عدد عليه أمور الإسلام من صلاة وعفاف وعدل وصلة أرحام. هل معك شيء مما جاء به عن ربه؟ فقال جعفر: نعم. فاقرأ علي. فقرأ عليه صدرا: فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى ابتلت سقفه. إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلق. فلا والله لا أسلمهم إليكما. الحمد لله رب العالمين. يا مولاي، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما.
ماذا يقول نبيكم في عيسى بن مريم؟ فتقدم إليه جعفر بن أبي طالب. فقال جعفر بن أبي طالب: هو عبد الله ورسوله، وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فأخذ النجاشي عودا من الأرض وخط خطا عليها وقال: ما عدا عيسى ما قلت. فأمن المسلمين على أنفسهم ورد إلى رسولي قريش الهدايا، فخرج من عنده مخذولين. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيكسر الحزين،